اليوم العالمي للسلام، أقامت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية في بانياس فعالية تضمنت معرضاً لرسومات الأطفال على الكورنيش ومسيراً للشموع لإعادة البسمة على وجوه الكبار والصغار، وتأكيداً أن سوريا ما زالت رمزاً للسلام والمحبة. هدفنا نوصل رسالة أنه نحن دعاة للسلام بظل هاي الحرب اللي عم تمر فيها سوريا، وبظل هاي النزاعات اللي عم تمر فيها بلدنا. يعني الرسالة نحن بنطلب من كل العالم أنه نحن بدنا السلام، بدنا نوقف هاي الحرب. كمان دعوة لكل العالم أو كل الدول اللي هي عم تدعم هاي النزاعات الموجودة بسوريا وهي الحرب بسوريا وعم تأذي الشعب السوري أنه توقف عن هذا الدعم. ورحنا اليوم يعني رحنا مندافع لنعيش بسلام. متجمعين هون على كورنيش بانياس بحضور أهلي ومجتمعي ورسمي من جميع الفئات. مثل ما شايفين المعرض هون معرض رسومات أولاد الجمعية، رح يشاركوا العالم بيتفرجوا على المعرض، بعدين في مسير شموع من مقر هون الكورنيش لدوار البلدية. المعرض تناول رسومات منوعة للأطفال تمحورت حول السلام وما للسلام من أثر إيجابي على حياتنا، بالإضافة إلى مسير الشموع بمشاركة واسعة من أهالي مدينة بانياس. وانطلق المشاركون بمسير الشموع من كورنيش بانياس إلى ساحة دوار البلدية. حابين نعمل معرض عن رسومات الأطفال يلي شاركوا فيها من مراكز الجمعية. كتير أطفالنا عبروا طرق كتير مختلفة، كل حدا شو بيتمنى شو بيحب، يمكن بوردة السلام بيعني له، يمكن بيته السلام بيعني له، يمكن مدرسته. نحن حبينا نجي هون نجمع أكبر فئة ممكنة من الشباب، الأولاد، الرجال، لحتى نمشي مسير نعبر فيه إنه نحن مع السلام وين ما كان وبأي نقطة من العالم. نحن بهذا اليوم يوم السلام العالمي ومن مدينة بانياس، من مركز مدينة بانياس ومن وسط أهل بانياس وأطفال بانياس، نبعث إلى العالم رسالة سلام ومحبة. نرسل رسالة، وهذه الرسالة نبثها إلى العالم عبر هذه البواخر التي تجوب بانياس وهذه القوارب التي تجوب بانياس. ومن موقع بالضبط هو موقع نوارس بانياس، النورس هو طير السلام. نحن اليوم نجتمع على موقع اسمه نهر بانياس، هذا النهر الذي يفيض بمائه باتجاه الغرب ويرسل رسائل دائما عبر نوارسه إلى كل زائر، نحن نقول لك أهلا وسهلا. ختام الفعالية كان بافتتاح نصب حمامة السلام عند دوار بلدية بانياس لزرع فكرة السلام بقلوب أطفالنا والجيل الجديد. فسوريا كانت وستبقى رمزا للسلام رغم كل الإرهاب الذي طالها.